نقول مرحبا أصدقائي من جديد بفقرة جديدة من الأبراج. اليوم موضوعنا هيك شيق لذيذ، بيحكي عن وين ممكن تتعرفي على شريك حياتك أو شريك حياتك. هو يعني عم بحكي عن البرج، عن سواء أنثى أو ذكر، متعود دائما أحكي عن أنثى. هلا برج الحمل، بما انه هو حدا كثير بيهتم بجسمه وحدا كثير اجتماعي وبحب الاماكن العامه وعلاقته دائما حلوه مع الناس، بحب يبني علاقات، فاكيد الاكيد دائما برج الحمل بيلتقي بشريك حياته بالنوادي الرياضيه، بالاماكن العامه، كمان ممكن يلاقي يعني حدا كثير بحب برضه يمشي ويبذل مجهود، برضه ممكن يلاقيه بالشارع، وحدا عنده طاقه كثير عاليه، فليش تواجد دائما بالنادي الرياضي او مثلا عم يعمل شيء فيه مبذول جسدي، عفوا مجهود جسدي، فبتلاقيه بهاي الاماكن ممكن يلاقي شريك حياته عنده طاقه كثير عاليه، فبحاول دائما يحطها بهاي الاماكن. فحاولوا كتر او كتري من الروح الرياضي إذا حابة إنك تصير في ارتباط عاطفي مع برج الحمل. بروح على برج الثور، ممكن تلاقي هاد البرج بالبنك. ليش؟ لأنه حدا كتير بحب يعمل حسابات لأمور بحياته، حدا كتير بحب يدخر، فبرج الثور دائما بيلتقي بشريك حياته أو شريكة حياته بالبنك أو الأماكن اللي فيها أشياء مصرفية. برضه هون بدي انصح نصيحه، روح لك او روح لك، روحي لك كل كم من يوم ودعي لك، ان شاء الله تودعي دينار مش مشكله، المهم نروح على البنك، بلكي التقينا ببرج الثور هناك وصار في علاقه وتجوزنا وانبسطنا كلياتنا ونعزمنا على الحفله. بنروح على برج الجوزاء. على الاغلب هاد البرج دائما الجوزاء بلاقي شريك حياته بالأماكن العامة، لأنه هو كتير حدا بحب يتنقل، يعني هو مشكلة يعني بسرعة ممكن يلاقي شريك حياته، لأنه هو كتير حدا بحب يتنقل، بحبش يضل قاعد بمكان واحد، أو ممكن يلاقيه على الإنترنت، لأنه هو حدا كتير بهمه التكنولوجيا ويكتشف أشياء جديدة، مواقع جديدة على الإنترنت، فممكن يلتقي بشريك حياته دائما برج الجوزاء على السوشيال ميديا، مثلا على انستغرام، فاي حدا حابب يرتبط فورا روح شوف برج الجوزاء، هلا بكون قاعد على الانستغرام ممكن ترتبطوا فيه. ونروح على برج السرطان. هذا البرج بحب السهر والاماكن اللي بيشعر فيها بالدفى والاشياء اللي فيها تسليه، مثل السينما مثلا، لأنه هو مغروم بالأفلام والدراما، بما هو أصلاً دراما فهو مغروم كتير بالأفلام، لهيك ممكن سرطان احتمالية عالية يلاقي شريك حياته بالمقعد اللي جنبه بالسينما، يعني دور حولك اطلع، أنت دائما تقول أنا مش لاقي شريك حياتي، لا أنت تطلع جنبك بالسينما، يعني تكون قاطع تكت هيك، اشتري لك تكت روح على احضر لك فيلم. برضه ممكن تلاقي شريك حياتك بالمكتبة، هو حدا كتير بحب يتثقف، بحب القراءة، بحب الكتب، بحب ملمس الكتب أكثر، فممكن يلتقي بشريك حياته بالمكتبة. عفوا. بروح على الأسد. مثل ما أنا مثل ما أنا بحكي عنه دائما، هو حدا كتير بحب الأضواء ويبين كتير، بحب يكون له حضوره، فبتلاقي برج الأسد عامل دائما حفلة، عامل عزومة فيها ضجة، فيها أصحاب، فيها ناس، فيها أكتيفيت كتير، فبتلاقي دائما برج الأسد بيلتقي بشريك حياته بأحد الحفلات اللي هو عملها أو أحد الحفلات اللي هو عاملها، فيها أكل، فيها عزومة. كمان ممكن احتمال إذا كان بيشتغل بالتلفزيون أو بالإعلام أو ممثل، لأنه برضه هو بحب كتير الشهرة، ممكن يلتقي بشريك حياته بالتلفزيون، ممكن تكون مصورة أو مصور يعجب فيه أو تعجب فيها، برضه بهاي الأماكن تتواجد شريك حياته، أو ممكن بمطعم كتير فخم له برستيجو فيه، لأن برج الأسد بحب يكون بهاي الأماكن يتواجد فيها. بقول لك ممكن ألتقي بشريك حياتي هناك يكون بالمستوى اللي أنا بحبه، البرستيجو أنا بحب، لأن هذا المطعم مش أي حدا بيجي عليه غير إلا إذا عنده برستيجو عالي. مش طبيعي شو نرجسي. بنروح على برج العذراء. هاد البرج لأنه هو بحب الناس الذكية،
بحب الشغل كتير، فأكيد الأكيد إنه رح يلتقي بشريك حياته بالشغل اللي هو فيه، يعني لأنه هو كتير بيستمتع بشغله، كتير بحاول يبذل مجهود لحتى يترفع ويصير وضعه أفضل بالشغل، فتلاقي شريكه برضه بيختاره من أجواء الشغل ويكون عنده ذكاء عالي مثله وبحب الشغل، وبرضه ممكن يلتقي فيه عند دكتور أو بمستشفى أو بصيدلية، لأنه كتير بخاف على حاله برج العذراء، فكل فترة وفترة بروح بيعمل تشيك أب على حاله، كان عنده إشي بوجعه أو ما عنده إشي بوجعه، بروح حتى لو يعني ممكن إنه يأخذ فيتامين من الدكتور يكتب له إياه، ما عندهش مشكلة، ممكن هناك يلتقي بشريك حياته إذا التقى فيه عند الدكتور، أو ممكن يعجب بالدكتور أو تعجب الدكتورة مثلاً. بروح على برج الميزان، هذا البرج بتعرف على شريك حياته بمكتب مالية ومصرفية أو محاسبة. كتير الميزان لأنه بيختاروه، هلأ الميزان لما قدم طلب على شركة فدائما الأغلبية بوظفوا حدا برج الميزان بدون ما يعرفوا أنه هو برج الميزان، بس لأنه في عنده حس أنه هو حدا بيعرف كتير بموضوع المالية والمحاسبة والمصرفية، حدا كتير مثالي بالشغل، يعني حتى الشركات الكبيرة بتاخد برج الميزان لأنه بيبدع بالشغل، بيعطي طاقة كبيرة عنده، ما عنده مشكلة يشتغل بسرعة وبإتقان. في ناس هون كتير رح تنبسط بموضوع أنهم عم يشتغلوا بسرعة وبإتقان. فبلاقي شريك حياته بهاي الأماكن، فأنا بقول لأي حدا حابب يلتقي بشريك حياته من برج الميزان، روح صرف لك كم دينار للدولار هيك بس حجة على أي محل حوار وصرافة لحتى تلتقي بشريك حياتك. ونروح على برج العقرب، هاد البرج بشوف شريك حياته بالأماكن السرية، يعني ممكن يلتقي برج العقرب شريك حياته بهيك أماكن. ليش؟ لأنه هو بحب، برج العقرب يروح على الأماكن النادر من الناس إنها تكتشفها أو تتعرف عليها أو تروح عليها، بحب الأماكن الرائقة المغلقة الهادية اللي إضاءتها خافتة، بحب الهدوء الرواء، فبتلاقيه أو الموسيقى الهادية زي ما قلنا، فبتلاقي ممكن احتمال كتير كبير يلاقي نصه الثاني بهاي الأماكن ويبلش يتقرب منه ويخلق معه حديث من اللحظة الأولى، ما عنده مشكلة يكون بس حديث مبدئي، بس لي عنده فضول كيف هذا الشخص اكتشف هذا المكان، فبيلاقي نصه الثاني بهيك أماكن. بروح على برج القوس، اللي أنا واثقة منه ومتأكدة أنه برج القوس أكيد رح يتعرف على شريك حياته هو الغيوم أو فوق السطح، يكون ابن الجيران مثلاً. هلأ هو في احتمالين، يا فوق السطح يا أما فوق الغيوم. هلأ فوق الغيوم قصدي فيها إنه بالطيارة، وتحديداً إذا كان برج القوس يعني قاطع تيكت مع شركة الطيران الأردنية للطيران، إذا أنت طالع مع هاي الشركة، هاي مش دعاية بالمرة، لا أنت لازم تطلع مع هاي الشركة عشان تلتقي بنصك الثاني بالطيارة. برج القوس كتير بحب السفر، وممكن برضه برج القوس يلتقي بشريك حياته بالسفارة مثلاً عم يعمل أوراق، أو ممكن هو رايح سياحة لبلد تانية، بس عادي ما في مشكلة لو كانت سياحة هيك عند جيراننا برضه ممكن يلتقي فيهم ويكون نصه الثاني. بروح على برج الجدي، هو حدا بحب السلطة والنفوذ، لهيك دائماً برج الجدي ممكن يلتقي بشريك حياته بمكتبه، يعني هو حدا صاحب سلطة، ممكن يكون مثلا نائب أو وزير، نائبة وزيرة يعني، وجاي عنده حدا يعمل معاملة أو في عنده شغل معه، فبتلاقي دائما برج جدي برضه لأنه أغلب وقته بشغله، هو إنسان كتير عملي، فأكيد برضه رح يتعرف على نصه الثاني بمكتبه، بكون هو طبعا أكيد صاحب نفوذ، واحتمال كبير كمان يكون بيشتغل معه هذا الشخص بس يعني ما كان شايفه أو مش فاهم فيه بطريقة عاطفية أكتر. بنروح على برج الدلو، هلأ هو حدا كتير أصلاً اجتماعي وبحب الجمعات وبحب السهرات كتير، فعلى الأغلب برج الدلو دائماً بلاقي نصه الثاني أو بتعرف عليه عن طريق صديق، لأنه برج الدلو كتير حد اجتماعي بسرعة بدخل في الناس، فعلى ما يجي صديقي يعرفه على حدا فوراً يعني
بفوت فيه ببلش يحكي معه وممكن من اللحظة الأولى يعرض عليه الارتباط لأن برج الدلو هو عارف شو بده، فبحس حال أنه هو هاد الشخص أو هاد الجزء الآخر مني أنا بدي أرتبط فيه، فأكيد رح يلاقيه بالسهرات. وأخيراً بروح على برج الحوت. هاد الحوت إذا عزمك الحوت على عرسه ركز منيح بشريكة أو شريك حياته اللي اختاره، ضلك طلع فيه اتذكر كتير منيح، وارجع بالذاكرة لوراء اتذكر إذا كان هذا الشخص نفسه اللي اتخانق معه، كان أول لقاء بينه وبين برج الحوت كانت على مشكلة، كانوا متخانقين، كانوا في مكان مثلاً موظف تخانق معه برج الحوت وقامت القيامة بينهم، بعد وقت بتلاقيهم صار صحبة وصار في علاقة حب بدون ما تعرف، ما بتلاقي غير اتجوزوا برج الحوت. وممكن كمان ممكن التقى فيه بالمستشفى. ليش؟ هلا برج الحوت حدا كتير بحب يساعد الناس، ممكن يكون رايح زيارة لحدا بالمستشفى وبرضه ممكن يكون ماخذ حدا على المستشفى، فممكن تلتقي يا برج الحوت بشريك حياتك أو نصك الثاني بالمستشفى وانت رايح زيارة بتعمل خير، فربنا بروح يعطيك شريك حياة رائع ومن حلال وكويس. أنا بتمنى من كل حدا فينا يلتقي بنصه الثاني اللي هو بحاجته، مش بس اللي هو بده إياه، بأي مكان وين من كان، حتى لو كان بالشارع. وبهيك منكون خلصنا فقرة أبراج اليوم، شوفكم بالفقرات الجاي. إلى اللقاء يا أصدقاء.